انا هرجع لك شويه لي انا من ضمن الحاجات اللي برضو اللي قدامي في الاسئله اللي عملها لي الاعداد انه كان في سلف اداريين فعلا ب 4 مليون جنيه اكتر. يعني ايه دي بقى؟ انا مش فاهمها دي. والله انت هتدخلني في حته. لا يا اصل انا بص انا خد بالك انا ما بعرفش بجاوبش يعني انا امين عام يعني انا في عيب معلش بس استحملني. انا امين عام نقابه الصحفيين فبمضي على موظف بيروح يعمل مهمه معينه ممضي له 10,000 20,000 زي ما يكون يعني بس خلال فتره زمنيه وانا بوقع على ان تتم تسويتها خلال كذا وان الاداره الماليه تراجع هذه التسويه بشكلها الامثل ومفيش حاجه اسمها تقعد 20 يوم و50 يوم و30 يوم لكن انا عمال اشوف ارقام فانت بتقول لي اكتر كمان من 4 مليون لا اكتر ما تسوتش لا يعني سنين الموظفين اخذت الفلوس دي ومحدش طالبهم بالتسويق في شيحه خالص لا الطلبوا ما طلبوش ما اعرفش ما ده الكلام ده من كذا سنه كام بقى دول مثلا الرقم مش عايز ارقام كتير انت حضرتك بتقول 4 مليون انا كده طيب يا ريت 4 مليون انا كده طيب تبقى سهله طيب خليني اقول لك مثلا اكتر من كذا اشطح اكتر خلينا بص هقول لك اكتر من 10 مليون اقول لك حاجه والله بجد والله يعني بص حضرتك شاطر وعايز يعني تسحب مني اكتر قدر المعلومات فدي لا بالعكس انا عايز وده حقك بس انا قصدي ايه الناس تفهم الدنيا ماشيه ازاي ما انا عايز الارقام مش انه الناس ربما يبقى في على عينيها غيامه فاحنا لما بنتكلم بهذا الصدق وهذا الواقع كل واحد بيحب نادي الزمالك وهدفه رفع شأن نادي الزمالك لازم يعرف الحقيقة عشان يساهم في عودة لا حقيقة عشرات الملايين عشرات الملايين ايوه سلف وعهد وسلف وعهد لا بتسدد يا فندم عشرات حضرتك بتقول عشرات يعني مش كتير قوي بس يعني تدخل عشرات دي يعني تدخل في 20 30 يعني في باقي يعني 40 يعني ممكن تمشي لا اقل شويه بس هو اقل لكن في الاخر يعني بص حضرتك هي المبدا يعني انا النهارده انا مجلس او لجنه بسيب الفرصه ان يبقى فيه مليون مش هقول لك بقى 15 مليون ولا 20 مليون انا بكلم في مليون ليه يعني ليه يا اما لو الموظف ده مش مظبوط ما تقدمه للنيابه يعني انا ما بقولكش ان انت هتعمل كنترول 100% لكن يعني في الاخر اللي يغلط يتحاسب طب الكلام ده من 10 سنين من 5 سنين من 3 سنين من 7 سنين يعني لا في الاربع خمس سنين فاتوا العشرات دي بس على مستوى الاداريين احنا بنتكلم دلوقتي في فايل صغنن خالص بالنسبه للاداريين وموظفين Yeah. وفي منهم بيتحقق معاه في النيابه على القصص دي